مرة رحنا الرياض الخبراء تسلم ومن قال يسلم رحنا نسجل عند شخص نصور له وجلسنا عنده في البيت. هي قصة كذي حلوة. أنا تقريبا حدود 4 أنفار. الرجال جاب لنا ما أدري وصى واحد وجاب لنا بريق هذا كبره. الله أكبر. بريق. أنا هنا بنشرب ذاك. هذا بريق قديم هذا الأول. كبر ده. كنا كم مدرسة. إيه. جلسنا أنا وياه نسولف قلنا يا ابن الحلال ده البريق تراه. بتعدى الحدود. واجد. شو بتصب للحارة كلهم. الله. إيه. لا قال هاي نذوقوه وبيجوز لكم شرط ما انتم رايحين الا هالبريق فاضي. اوه أي. ها اي خابر صب البيالات لا هو بشاهي لا هو بنعناع لا هو بزنجبيل. وطني هذا. وش وطني هذا وش هذا ورد الوطن. ترى فيه وطني ووطني. لا هذه انتبه في وطنيه وفي وطني. اي لا خل الوطني هنيك. صافي يا ابو سعد. يلا خل بالك انا مبين. كمل خل بالك وشيء. يلا يروح زنجبيل يا ابو. زنجبيل ولو بنعناع يا ابي. ايش الخبر حال الحين؟ اهل الجنوب يقول لا تنشبها صفا. اي خلها قاعد ان ابو صالح بقى يقول خلا على سبع الحموضات. يقولون سموه بسبب الحموضات. كم طعمك؟ صبلنا الينا تقول كنا زيت موبيل. اي تقول زيت صافي وزين وحلو. لا والله يوم شربناه زين. طعمه زين. اول ما يصبها تكش منه ما تدري ريحه. تبوا ترغبوها؟ لا لانه نارح. ريحه عطريه. لا ريحته مشكله من كثر الانواع. اي الله اكبر. منا بشاربين لين تعلمنا. عندقنا على بياله وارتحنا وزان الامر. زان الامر زين. بس وشو قال لي خلصت البريك علمتكم. لازم تخلصوا. ايش بخلص هالبريك؟ بريك كبير. ايوه شفت حق المدارس اللي يوحمون بعد عندكم في القراص. حق العروس. حق العروس. حق العروس اللي يوحم بالمدرسين ذا الفصول. ايوه انا كابتن. والله مدرسين ما كاسات ضعيفين. لا يا رجال انتم عندكم خير. نوم صلاة الظهر في بيوتكم ما شاء الله عليكم. وش تبي بعد؟ خل المدرسين. ابو سعد عطنا البريك بس. البريك خلنا في البريك. البريك اللي هالكبر. خل المدرسين لا تحسدون احد على مهنته. تسلم خلنا. ولا نحسد احد على مهنته. ايوه انت ايش مهنتك؟ انا مهنتي مسكين صايع ضايع. متفرغ. حسدني على بعد صايع ضايع. تاجر طعم عمرك وين تاجر؟ تاجر خفيف مسكين بالحلال. على يلا والله اني على باب الله واني انا كلنا على باب الله. اساسا يقول انا ايش؟ والله اني انام حافي واني على باب الله. اي مضبوط. واني يتيم ان ابوي ميت. الله بس كلنا يتمان. احنا الحين كلنا يتمان. كمل. المهم انه يوم شربنا البريق اي قمنا نتغصب. ليه؟ ما عاد اللي بيصب مع اذنيك. يبون العلم. اي البريق مليان. البريق مليان خلاص. وانت ما 4 أنفار وهو الخامس. هو الخامس ما شاء الله. ولا اخذ بياله بيالتين وقعد زي اللي تفرج علينا. اي يجيك الخبر. والله صب لا تصب صب لا تصب بشرب. وكل ما هو يبرد البريق شوي تسرع اسرع شربة البياله. الله عاد انك اللي حاطن كل اللي فيه مفيد. ما ادري تعرفونها انتو من رياض الخبر. اي والله نفاد السعيد. الله انه فهد السعيد هو مكتبه. الله يغفر له ويرحمه. حي ولا مراع المكتبه هو اللي جينا له في مكتبته. فهد بن عبد العزيز السعيد هو ولا غيره. لكن احنا انا اتكلم عن الخلطه هذه. طيب عطنا الخلطه. يمكن سبع حموضات سم. هي ما هو قال لي هو فيها شيء. ما في شيء. فيها سبع لحظه أشياء. هو قال لي هذا يسمونها ترسيل. هي بس جاب لها اسم. مهي بمعبوته جاب شيء مخلوط دارسين وورق شاهي وليمون اسود ولا اله الا الله الظاهر فيه شوي هيل وزنجبيل لا ما مع زنجبيل وزعفران. قلت وش دي هذه محوجه من جميع على هي على هالدنيا كلها. قال هذه افود من الشاهي واشرب افود شيء تشرب احسن من الشاهي في جميع الفوائد. سبحان الله. ولا دخل الليمون. ها اذا حط الليمون
أو يقول ليمون اسود وحط القرفة وحط الزنجبيل ما عاد بقي شيء زعفران ما عاد بقي له شوي فلفل احمر بعد واسود لا حط فلفل ابيض اسود بدل الزنجبيل ممكن الفلفل فلفل اسود يعني بدل الزنجبيل برد طيب ترى بدل الزنجبيل ترى الشاهي فن انا اعرف واحد يسوي شاهي يحط معاه مسمار سبحان الله ويطلع له لذه يعني تشتاق له شاهيه ولا شاهي ذا الايام الحين يعني طلعت بس بعدين لمسه مو نكهه مو بيحط لك يحط شويه يطلع فيها طعم طبعا عندك هذا المشروب الحليب ذا اللي الكرك او كرك كرك فيه تراهيل وفيه فلفل اسود وفيه زنجبيل وفيه قرفه وفيه واطبخ حليب طبيعي او طازج ويطلع حسنه من حسنات الدنيا طلع حسنة حسنة الدنيا هذه هذا منتج الايام يقول لك شاي على حطب ولا شاي على فحم والله انه رزق هذا شاي